سألت 3 جنيه عادي. مرحبا يا شباب، السلام عليكم. اليوم بدأنا اللايف شوية بدري، نستنى عشان يجينا ناس معانا على اللايف. اليوم اللايف عندنا بس على التيك توك، إن شاء الله بننزل الحلقة كاملة على اليوتيوب بس نخلص بإذن الله. إن شاء الله ما نطول كتير. يلا بس تيجي أعداد، يجوا الشباب. تمام الشباب اللي بيدخلوا تذكروا الموضوع، ايش هو الموضوع اللي اليوم هنحكي عنه، اللي هو موضوع التهابات اللثة، مشاكل اللثة. هنحكي عن التهابات اللثة ومشاكل اللثة. موضوع مهم جدا بصراحة وبيهم ناس كتير، وحنحكي عن شغلات يمكن كانت غايبة عنكم. يلا يا شباب، حي الله الشباب. يعني دقيقة وحنبدأ، احنا عساسا 12 بالضبط نكون بدينا اللايف تبعنا. بدنا نبدأ على 12. صباح النور، هلا مالك. مش عارف النظارة شكلها مايلة، بس هي هيك مايلة يعني. يلا انا حطيتها عشان اشوف. هلا صباح الخير، صباح الفل، اهلين فيكم يا شباب. حيا الله ابو حمادة، يا حياكم الله. اتمنى انه يكون الموضوع يعني يعجبكم، ان شاء الله نقدر نجاوب على معظم الاسئله. طبعا اول اشي حنحكي، وبعدين تسيبوني احكي الموضوع واشرحه، وبعدين بنروح على الاسئله. يعني خلينا نسويها شويه، شو ما بيقولوها، يعني نظام شويه. تمام، فإن شاء الله كل شيء حيصير تمام. اوكي، بس اوكي سوري على التكنيكال ايشو. يلا احنا لازم نبدا، بس ما بعرف كيف الوضع. تمام، الصوت تمام، كل شيء تمام، سامعيني؟ انا اسف على التكنيكال ايشو اللي صارت، بس طلع من الداتا ورجع فجأة. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء بدنا نحكي عن ايش، شو التهابات اللثة او ما هي اللثة. اول شيء لازم نفهم انه اللثة هي عبارة عن غشاء، بنسميه غشاء سوفت تيشو، يعني غشاء طري. الجسم المكون من نوعين من الاغشية، اغشية صلبة واغشية طرية. اللثة هي من الأغشية الطرية أو السوفت تيشو، وبتكون عادة من الإبيثيليال. الآن طبعا فيها جزء إبيثيليال وجزء نسميه كونكتيف تيشو. الآن الفكرة وين؟ الفكرة إنه اللثة لازم نفهمها هي عبارة عن غطاء، غطاء بيغطي العظم، يعني زي القماش، زي التوب بيجي على الجسم. فالجسم الأصلي، الهيكل الحقيقي، هو العظم، وبتيجي اللثة فوقه، وبتيجي بسماكة طبعا تتراوح من 2 الى 3 ميلي. بس دائما بين السن، طرف السن، عشان اوضح لكم اياها، بين طرف السن، شايفين هذا الطرف، هان هذا طرف السن، بنسميه الجزء الظاهر من السن، هان هذا المكان دائما بيكون 2.7، اللي هو هذا العظم، هذا الكونكتيف تيشو، هذه اللثة، هيك بالضبط. هاي تقريبا بنسميها لثة. هان هذا الجزء بيكون 2.7 الى 3 ميلي دائما في الاسنان الطبيعيه، لازم يكون هيك. الان شو اللي بيصير؟ الان هاي النقطه، شفتوها اللي قلنا عنها، هان هاي النقطه
بؤرة دائما تتراكم فيها البكتيريا. وقلنا ليش؟ لأنه هاي المنطقة عميقة، ولما تدخل البكتيريا جوا بتحاول إنها تعيش على بقايا الأطعمة وعلى الجسم نفسه. الآن شو اللي بيصير؟ إنه هاي البكتيريا لما بتدخل، الآن حكينا إنه هي بتعمل شغلة بنسميها البلاك أو الجير، بتعمله ليش؟ عشان تحمي حالها من عمليات بيقول سويب رايت. تمام نكمل. عشان تحمي حالها من اللسان، من اللعاب، من حركات الفم، من الشفاء، من الخد، عشان تضل جوا. فبتعمل طبقة اسمها البيوفيلم، وهي البيوفيلم مع الزمن بتكسر وبتصير الجير أو الكالكولاس. تمام عرفنا ليش عادي بتقعد جوا. فأول سبب لالتهابات اللثة بنسميه تراكم الجير. هو صحيح أنه أول سبب، ولكن هو أقل سبب. يعني 10% من الناس اللي عندهم التهابات في اللثة أوكي بيكون السبب موضعي، مينلي بيكون السبب سيستميك. كون اللثة هي عبارة عن أغشية زي ما احنا شايفين، والأغشية هاي بيجيها دم، فدائما بتكون المشكلة من الجسم. تمام. أما بالنسبة للقضية الأولى اللي هي موضوع إنه اللثة سبب التهابها هو تراكم الجير، وهي حلها سهل، بروح لدكتور أسنان ينظف لي الجير. لو اعتمدت إنه أنا دائما أزور طبيب الأسنان من 3 إلى 4 مرات سنويا، أروح أنظف هذا الجير أو البايوفيلم، أعمل بولش، شو اللي بيصير عندي؟ إنه ما بتتراكم هاي الطبقة بشكل كبير، ودائما بحافظ على إنه لثتي تكون سليمة. هان إحنا قاعدين بنحكي على المشاكل المحلية. تمام؟ يحياهم الله، أهلين بالشباب دكتور أنا خلق. طيب إحنا هنحكي الآن، بس بليز هنحكي لو ما في جير إيش السبب، يعني نطول بالنا على الأسئلة. تمام؟ الآن هان إحنا شو إحنا مناش 5 دقائق الشباب، بس خلينا نحكي ربع ساعة وبعدين والله لنحكي يعني الأسئلة كلها. أوكي هنجاوب الأسئلة، بس حدوا أصابكم على الأسئلة، حاولوا ما تسألوا هسا، بس استنوني 10 دقائق لأنه ممكن أجاوب على سؤالك وأنا قاعد بحكي، صح؟ فطولوا لي بالكم. الآن زي ما حكينا 10% من الناس بيصيبهم التهابات لثة بسبب الجير، ولكن 90% من أسباب التهابات اللثة المزمنة الحادة سهلة بسيطة، بتوجع بتروح على دكتور بيعالج لك إياها، بيكون سبب إشي دخل بين اللثة والسن، مشكلة معينة، صابك رشح، صرت تتنفس من تمك، صار عندك جفاف في الفم، بيؤدي إلى التهابات لثة مؤقتة وحادة بنسميها، وعلاجاتها بسيطة، بنستعمل المضمضة لكم من يوم مش أكتر من 14 يوم، وأفرش أسنان بطريقة صحيحة زي ما قلنا طريقة صحيحة باتجاه اللثة، وبطيب من مرضي بتصير لثتي تمام، وإذا كان جير بنظف الجير. الآن وين المشكلة بتصير؟ لما تكون إنها نظامية، يعني مشاكل في الجسم من جوا. هاي واحد، هذه أهم شغلة لازم نعرفها. كيف يعني مشاكل الجسم؟ يعني بيكون عندي نقص فيتامينات، وأهم سكوربات، والسكوربات اللي هي فيتامين سي. لما ينقص فيتامين سي في جسمي طبعا بيبين عندي في اللثة، حتصير لثة، لأنه هو بيأثر على جميع الأغشية الرخوة. مش حكينا أنه اللثة هي أغشية رخوة أو أغشية طرية، فنقص فيتامين سي يؤثر على جميع الأغشية الرخوة. فكيف أنا يصير عندي فيتامين سي؟ يا إما بأخذ فيتامين سي 1000 ملغرام حبة باليوم، يا إما باكل خضروات بشكل يومي بما يقارب 50% من أكلي. لازم يكون خضار، وخضار ني صلب، يعني زي الخيار، البندورة، الخس، هاي الشغلات منيحة لرفع السكوربات. إذا ما ضغطها منيح بتمي مش بلع، يعني لازم أمضغها منيح بين أسناني لفترة من 10 إلى 15 ثانية عشان تنزل على المعدة، يسهل تفكيكها وامتصاص المعادن وأهم سكوربات اللي هو فيتامين سي من الخضار. هيك بتصير لثتي أفضل. أو زي ما قلنا بناخذ فيتامين سي 1000 ملغرام حبة باليوم. هان بكون أنا عالجت المشكلة السيستميكلي. أوكي. الآن أحيانا بتكون في مشاكل في الأسنان وهي السبب بأنه اللثة بتلتهب، وأهمها ازدحام الأسنان.
عملية إنه الأسنان مش ماشية بصف، يعني هات أوريك كيف هاي الأسنان منيحة، فبنلاقي في شغلة هان المثلث هذا شايفينه اللي بسميه البابيلا، هاي مرابط بتربط اللثة مع الأسنان بشكل منتظم. الآن مشكلتنا لما الأسنان هاي ما تكون منتظمة علاقتها الجانبية ببعض، شو بيصير عندي؟ بيصير عندي بؤر ومناطق يتراكم فيها البكتيريا بكثرة، ودائما تسبب لي التهابات لثة. ليش؟ لأنه الأسنان غير منتظمة مع بعض عشان اللثة تدخل بينهم بشكل صحيح. احيانا كمان اللي هو تكون الفك كله، يعني الفكين مع بعض، في واحد عنده فتحة هيك، فهاي الاسنان ما في عليها استعمال، ففي المقابل لما ما يكون عليها استعمال بيصير العظم يضعف ويضمر، لما يضمر العظم اللثة بتلحقه، فبيصير عندي شيء اسمه تراجع لثة. فبتشوف اسنان الواحد طويلة هيك، ليش؟ لانه ما في العظم قاعد برجع عنها وما في استعمال لهذا المكان. هذا طبعا اذا فهمنا انه التهابات اللثة اللي هي لثة محمرة وبتكون موجودة، ومن اسبابها هنرجع تاني يا اما تراكم الجير موضعي، يا اما قضية جهازية بالجسم، وهاي سببها نقص سكوربات اللي هو الفيتامين سي. وحكينا انه الاسنان لما تكون غير منتظمة بتسبب مناطق يدخل فيها الاكل، وهذا بيسبب التهابات لثة مزمنة. واحياء ولما تكون الاسنان مفتوحة عن بعض وما في اي وظيفة بيصير في شيء اسمه تراجع اللثة. لازم نفهم كمان انه تراجع اللثة من اسبابه الشد على الاسنان، في ناس بيشدوا هيك اللي هو التنشن التوتر وهو نايم تلاقيه بيشد على اسنانه، هان بيصير عندي تراجع لثة، وبيصير عندي احيانا شغلة بنسميها اللي هو حف الاسنان من عند اللثة. الآن الكز على الأسنان الحل تبعه اللي انت ما تيجي عند دكتور أسنان بيسوي لك شغلة اسمها نايت جارد، ولكن هذا فقط بحل المشكلة في الفم، ولكن المشكلة الأصلية في الدماغ. لازم أقلل توتر، لازم أقلل استرس، لازم أروح لما أجي أنام أحاول أكون مرتاح وأعيش لحظتي وأنسى الماضي عشان أقدر أنام ويفرز عندي هرمون الميلاتونين اللي حيساعد في عملية الاسترخاء للجسم. تاني شغل اللي عنده عملية الشد هاي يفضل انه ياخد مغنيسيوم 400 ميلي جرام حبة قبل النوم، ولازم يكون مغنيسيوم جلايسينيت GLY جلايسينيت. بهاي الطريقة ممكن يساعد انه اولا طبعا زي ما قلنا يريح دماغه، تانيا ياخد المغنيسيوم بيريح موضوع الشد عشان ما يصير فيه شيء اسمه تراجع لثة. تمام. في شغلة ثالثة اللي هو الناس اللي بيركبوا تقويم، يا اما بصير عندهم التهابات لثة وهو التقويم الأسلاك، يا بصير عندهم تراجع لثة، يا بصير عندهم التهابات لثوية، والسبب في الحالتين هو عدم التنظيف الصحيح. يعني اللي بيركب تقويم لازم ينظف اسنانه بعد كل وجبة بفراشة معينة، عشان هيك احنا بنقول تقويم الشفاف اسهل لانه ما في داعي، عملية تنظيفه بتكون سهلة، هو بس بيشيله زي هيك وبرجع يركبه، هذا تقويم شفاف، هذا بيكون اريح للاسنان واللثة. الان هان بالنسبة لتراجع اللثة وبالنسبة لالتهابات اللثة فهمنا الموضوع. اظن هسه 11 دقيقة ان هسه نبدأ بالاسئلة. تمام يلا نبدأ الأسئلة. سؤالي الأول، أول سؤال، في حدا بيسأل فتحية الخليلي، خنقة بالحلق إيش معناها؟ مسببات رائحة الفم واللوز غير ملتهبة. تمام. خنقة بالحلق يعني دائما في الحلق مسكر هيك، الواحد بيضل يبلع وبيحسه دائما مسكر. أولا إما نقص لعاب، ثانيا وهذا سببه طبعا قلة أكل الخضار وقلة المضغ بشكل مستمر وقلة شرب الماء، فدائما الواحد عنده نقص في المية في السوائل في الجسم، فهذا بيسبب زي أكثر من مرة حكينا المية 3 لتر للميل للرجال، 2.7 لتر للنساء، لازم يشربوا مية يوميا. تمام. هان بعدين بشوف إذا والله بشرب مية ولسه عندي هاي المشكلة بزيد زي ما حكينا فيتامين سي وفيتامين دال مهم جدا للمناعة. إذا لسه الموجودة وأنا بتوقع أنه هيك تنحل، إذا ما انحلت معناها
في عندي تنفس من الأنف سوري من الفم أثناء النوم، وهاي برضو مشكلة ممكن تسبب تسكر الحلق أو اللي هو دائما فيه تحس زورك ملزق ببعضه. تمام، سؤال الثاني. هاجر أحمد، شباب شوي شوي على الأسئلة عشان نلحقكم. الطبقة البيضاء على اللسان وكيف نتخلص منها نهائيا؟ الطبقة البيضاء على اللسان نوعين، نوع طبيعي ما في أي منه أي مشاكل إذا ما في رائحة ولا طعم ولا بغير طعم الأكل. النوع الثاني فطريات. إذا كانت فطريات هان أنت بدك تخش في موضوع الفطريات، كيف تتحكم بالفطريات؟ أولا ابتعد عن السكر، ابتعد عن الخبز، ابتعد عن القهوة، عن الشاي لفترة. طبعا بالنسبة للخبز والسكر هدول على طول، أما بالنسبة للقهوة والشاي لمدة 3 شهور. بدك تستعمل يعني في بصراحة موضوع خلي التفاح، خلي التفاح العضوي ممكن يعني تشربه، وهذا بيساعد على القضاء على الفطريات. الآن شغلة تانية، تنظيف الأسنان بعد كل وجبة يعني عشان ما يضلش، هذا أهم إشي في الموضوع عشان ما يضلش الفطريات أو البكتيريا وعلى الفم، ولا تأخذ منظمات حيوية على الطالع والنازل. سؤال الثالث، عبد العزيز عنده ضرس مسوس وصار خدي خدران، شو السبب؟ الأغلب إنه السن هذا سفلي، ولأنه سفلي بيضرب على العصب الفك الرئيسي، بيكون طلع كيس خراج ضرب على الفك السفلي العصب الفك السفلي، هان بيصير عنا بحس انه بيضغط عليه، يا اما بيجي الم يا اما بيجي خدران، فبدك تروح تفحص سنك ضروري وتشوف ليش المشكله صارت، يعني بدك تعالجه. ام اي اس بوتيك، متى الزراعه بعد الخلع للفك العلوي؟ عادة الزراعة سواء فك علوي أو سفلي هي بعد من 2 إلى 3 شهور حسب كثافة العظم. تمام، فعشان انت بعد ما تخلع اي حدا بده يزرع عشان يخلي عظمه منيح ياخذ فيتامين د. فيتامين د هو امشي بشكل يومي مش بشكل اسبوعي ولا شهري، بشكل يومي ياخذ فيتامين د. الوحدات مختلفة بصراحة، يعني اذا كان وزنك فوق ال 60 بدك تاخذ 5000 وحدة، والله 100 بدك تاخذ 10000 وحدة يومين، هيك بتزيد كثافة العظم. للزراعة اهم شيء كثافة العظم، وكثافة العظم لا تقوى الا بفيتامين د، او تراجع طبيبك يعني، بس انا لا انصح بالعيار الاسبوعي، انا بنصح بالعيار اليومي. اتش، كيف بشيلها؟ واذا بشيلها هل السن بصير ضعيف؟ غالبا بتحكي عن الجير، لانه بعد ما نشيل الجير بصير السن ضعيف. جي ازالة جير الاسنان لا يؤثر على الاسنان ابدا، انما يعطي صحة للاسنان وللثة، لانه مجرد انت بتشيله من هون بيصير عندك دورة دموية، شايفين بيصير دورة دموية صيحة. اذا تراكم الجير زي هيك، اذا تراكم الجير شايفين هذا جير متراكم، يضل يتراكم يتراكم، شايفين شو صار هيك بالضبط، بصير يرجع العظم، هذا عظم رجع وهاي اللي تلحقته، فصار السن كله مكشوف، هذا خطورة تراكم الجير، إزالته هي اللي بتعطي صحة للأسنان. طيب لمسة سكر، دكتور أنا خلعت قبل أمس للآن وارم ويطلع صديد. بالأمس؟ قبل أمس يومين، هل الثالث يعني؟ الورم بعد الخلع طبيعي، بس إنه يطلع الصديد هاي مشكلة، فأنت بدك تأخذ مضاد حيوي، أكيد دكتور كتب لك مضاد حيوي تاخديه عشان بعد الإجراء، وخلال أسبوع إن شاء الله بنتهي. زهرة الربيع عفيف، أبغى معجون حلو لاصفرار الأسنان والجير. لا يوجد معجون يزيل الجير أبدا، الجير هو عبارة عن مادة صلبة، مادة بيوفيلم. الآن زي كيف أنا أفرشي أسناني، هاي قضية مهمة جدا في عملية انه اخفف من تراكم الجير، ولكن ازالته لن تكون بالمعجون. اوكي، شو الطريقة؟ خذوها مني وجربوها مش هتندموا. يعني بتحط معجون الاسنان على اصبعك، بتدهن كل اسنانك، تستنى 30 ثانية بعدين بهذا الشكل، بتجيب الفرشاة وبتعمل هيك، شايفين هيك، شايف ها، بصير انزل لتحت. هاي العملية يعني لما بحط انا معجون الاسنان على الاسنان وبستنى 30 ثانية، شو اللي قاعد بيصير عندي؟ المعجون قاعد بيشتغل يفكك طبقة البيوفيل، لما اعمل هيك بنزلها تحت، فهيك انا ما بضر باللثة ترجع لفوق. تاني اشي بشيل البيوفيلم عن الاسنان، ولازم يكون بعد كل وجبة. بهاي الطريقة انا بحافظ على اسناني وبطول موضوع تراكم الجير، ولكن لازم ازور طبيب الاسنان كل 6 شهور، يعني 4 إلى 6 شهور مرة، عشان بس يبلش يتراكم يشيله.
بالنسبة لاصفرار الأسنان لا يوجد معجون متخصص باصفرار الأسنان، بس ممكن مرة في الأسبوع بتحط على معجون أسنانك بيكربونات الصوديوم مرة في الأسبوع وتفرشي برضو بنفس الطريقة اللي حكينا عنها، هذا بيبيض الأسنان مش كتير يعني بس بيعطيها نضارة. سؤال من عمر، توريد اللثة ممتاز؟ توريد اللثة دي بيجمنتيشن. توريد من وردة وردة، نعم هو منيح يعني، هو في طريقتين، في طريقة جراحية وهاي شوية مؤلمة وتضل أسبوع الكريكفري تبعها، وفي بالليزر. مشكلة الموضوع الليزر إنه ما بيشتغل بسرعة، عندك عدد من الجلسات، أما منيح ما بضرش في اللثة بإشي يعني. طيب في قمر، دكتور عندي حشوة أمامية صار لونها أصفر على برتقالي، وإيش الحل؟ تغيير الحشوة، لأنه هذا الشيء طبيعي، كل الحشوات الكومبوزيت أعمارها قصيرة يعني تتراوح من 2 إلى 5 سنوات، وبيعتمد على الكواليتي تبعت الحشوة، ثانيا بيعتمد على العادات اللي بيقوم فيها المريض، شو بيشرب شو بياكل، هاي الشغلات برضو بتأثر على لون الحشوة، وممكن تصير الحشوة لازم تتغير. طيب محمد بسأل، ما شاء الله دكتور وين موظف؟ وين موظف؟ هسه في القناة هاي اليوتيوب بتلاقي أكثر من عنوان إلي بعيادتين بشتغل، ممكن أي عيادة بتشرف. دبي طبعا، في دبي في مركز لومينانس طب الأسنان، وفي مركز دونا في الجميرة في دبي برضو، كله في دبي. سؤال من يوزر بدون اسم، دكتور ما تأثير قلع الضروس على النظر؟ لا تؤثر قلع الضروس على النظر أبدا، إلا إذا كان في مشاكل طبعا، ما في يعني علاقة أنه تأثر على ضعف نظرك، لا ما في منه العكس. طيب الغالية، يا ريت تتكلم عن رائحة الفم عند الأطفال. تمام، رائحة الفم احنا حكينا حلقة كاملة الأسبوع اللي فات، حلقتين بصراحة عن رائحة الفم، حكينا انه الأطفال رائحة الفم عندهم أولا موضوع انه لما يناموا وأكل في فمهم، هاي بدكم تبطلوها، أو الطفل ينام هو شارب حليب ويروح يحط راسه ونام، أو الرضع اللي بيناموا هم مسكين الرضع، هاي مشكلة كبيرة، هان لازم أصلا هي علم لحالها، هاي اسمها ميلك بوتل سيندروم، تخيلوا إلها اسم طبي يعني. فالمهم انه ما ينام الولد حتى لو الرضيع شرب حليب، نجيب شاشة ونمسح له وهو نايم، اذا كان عنده اسنان نمسحها، ما عندوش اسنان نمسح له اللثة، هاي شغلة. شغلة تانية موضوع التنفس، دائما ديروا بالكم على اولادكم يتنفسوا من مناخيرهم ونايمين، اذا لاحظتوا انهم بتنفسوا من تمهم اعرفوا انه عندهم مشكلة في المناخير. ثلاثة، احيانا بفترات معينه اذا ابنك بيصير له ريحه بالفم بفترات معينه، يعني فجاه هيك صار له ريحه وهو عمره 6 سنوات، عمره 10 سنوات، بتعرف هاي فترات التسنين بنسميها، لما يبلش الولد يبدل مثلا في 6 سنوات يبلش يبدل، تمام، فبنعرف انه رائحه جايه من عمليات تبديل الاسنان او اذا هو طفل من التسنين. حكينا كثير في الموضوع. انا السياري، شو رأيك بفيتامين بي 12؟ فيتامين بي 12 شيء مهم جدا، ولكن لازم يتاخذ بشكل مدروس، يعني لازم الواحد يفحص اذا نازل عنده، لازم يخليه دائما، ما في شيء اسمه يكون على المينيمم، يعني لما انا اجي الاقي مثلا عندي البي 12 من 187 المينيمم ل 900 او 870 الماكسيمم، ما بينفع انا اشوفه 200 اقوله منيح، لا، بيعتمد على عمرك وعلى تصرفاتك، لازم يكون above the middle يعني أكثر من النص عشان تكون طبيعي. المختبرات بتعطيك العيار اللي الدنجرس اللي آخر إشي اللي تحته أنت روحت فيها، يعني صار عندك مشكلة بيعطوك أكثر إشي، أنت لازم تكون أكثر من النص من هذا المعدل، حتى دال نفس الإشي، كل الفيتامينات نفس الإشي. فبي 12 منيح بس لازم ناخده بعد فحص من مخبر قديش في كميته في الدم. يناير، دكتور أنا بعد ما فكيت التقويم صارت أسناني صفرة بزيادة، شو الحل؟ نعم، هاي مشكلة من مشاكل التقويم الأسلاك، هاي مشكلة. الحل إنه تضلك تفرش أسنانك وبعدين تروح تأكد إنه مش ضايل حشوات متبقية من القديم، يعني لما فكوا التقويم هل شالوا الحشوات، هل نعموا الأسنان، بدك تأكدي من هاي. رنا، دكتور شو سبب فلجة الأسنان الأمامية؟ هاي سببها طبيعية، أنا من الناس اللي كان عندي فلجة بين أسناني، سببها شغلة بنسميها الفرينيوم، لحمة بتنزل بين الأسنان اللي هو المربط اللي في الوسط، دائما لو تحط لسانك
هيك بتحس في مربط، هذا المربط اسمه الفرينيوم، هذا مرات بيجي كبير بين الأسنان فبيسوي فلجة بين الأسنان، وعلاجه بيتم علاجه عن طريق منشان الفرينيوم، بعدين بالتقويم بنسكر الفلجة، وبعدين هي منيحة مش بقوله مصدر رزق، بقوله العينين زرق أسنان فرق مرزوق، يعني الله يبعت لك الرزق يا شيخ. رورو بتقول اللوز طيب غالبا قصدها ريحة الفم. نعم، التهابات اللوز من أسباب، وحكينا في الحلقات من أسباب رائحة الفم التهابات اللوز. لما تشوف عندك لوزك كل سنة بيلتهب، وكل سنة أو بالسنة مرتين، اعرف أنه عندك مشكلة عامة يعني. وأهم نقص فيتامين دال ونقص فيتامين سي، يعني سي والزنك كمان، هدول الشغلات هم اللي بيرفعوا المناعة. لما أنا على طالع والنازلة لوز بتلتهب، أنا عندي مشكلة. اثنين، لازم أتأكد أن أنا ما بتنفس من تمي وأنا نايم، لأن إذا بتنفس من تمي ما أنا عاود يصير عندي دائما التهابات لوز. ثلاثة، لازم أتأكد أن أنا بشرب مية صح وغدد اللغابية شغالة وعندي الفم دائما رطب. هاي كلها أمور بتأثر على تكرار التهابات اللوز. تمام. مثبت الأسنان الدائم ممكن يكسر الأسنان، هل يصلح لكل الحالات؟ للأسف هاي موضوع بدك تسأل فيه أخصائي تقويم، يعني أنا ما بعرف عنه. أم وسام المزيني، عندي غالبا تكسر بالأسنان، غالبا تسكر حتى تكسر بالأسنان. سؤال، عندها تكسر بالأسنان؟ الأسنان ضعيفة يعني مثلا؟ تمام، يعني كتير اسمع، بس في شغلة خليني أقول لكم إياها، ما في أسنان ضعيفة، في جسم ضعيف أوكي، والأسنان جزء من هذا الجسم. لما إحنا بدنا نحكي عن الأسنان بنحكي عن الكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور، تمام، هدول كلهم بدنا نحكي عنهم. الكالسيوم ايون والبوتاسيوم ايون هدول مهمات جدا لتكون الاسنان. كيف بدهم ييجوا؟ عن طريق فيتامين دال، هو اللي بيصفيهم من الدم وبيجيب لك اياهم. يعني قضيه جسم كامل، لازم تضبط جسمك اوكي، طبيعه اكلك، تاكل السكر يا اخي. انا اكثر من الفيلم حكيتها، هم خمس شغلات التزموا فيها اسنانك لا بتكسر ولا بتسوس. خمسه نعيدهم نحكيهم، يلا الخمسه. واحد، البعد عن السكر تماما بكل أشكاله، غازي، مشروبي، حلوياتي، جاتوتي، ممنوع السكر، ابعدوا عن السكر. اثنين، ابعدوا عن الطحين والخبز وهاي المشتقات، وإذا أكلتها فرش أسنانك بعد ما تأكلها على طول مباشرة. ثلاثة، دائما فرش أسنانك بعد الأكل، لما تأكل الوجبة روح خلال نص ساعة فرش أسنانك، لا الصبح ولا بالمساء لأنه على الفاضي، لازم بعد الأكل. تمام، هاي ثلاثة. أربعة، دير بالك على فيتامين دال، دير بالك على فيتاميناتك بشكل عام بس أهمها فيتامين دال، وتأكد دائما أنه نسبته عالية في جسمك. خمسة، كل أكل مليء بالكالسيوم، ما تأخذ الكالسيوم حبوب من برا، خذوا من الغذاء. معظم الأغذية مليانة كالسيوم، الدجاج، السمك، اللحم، الخضار مليان كالسيوم، المية فيها كالسيوم، بس بدك لما ينزل في جهازك الهضمي أمعاء قوية تمتصه، فيتامين دال يعرف يتعامل في الدم معه عشان يودي لك اياه على العظام. هذول الخمسه التزموا فيهم، وزوروا طبيب اسنان، انا نسيت هاي، زوروا طبيب اسنان كل سنه، يعني من 3 لـ4 مرات في السنه او مرتين مينيمم يعني. طيب لبنى، وجود بلغم دائما وشعور بصعوبه البلع بشكل متكرر مع الالم. هنا عندك مشكله، عندك شغله بنسميها انفلاميشن، يعني دائما منتفخة، هان عندك irritation بيسبب inflammation، دائما في عندك مشكلة في الأغشية الرخوة من هان. وزي ما حكينا من أهم أسبابه هو التنفس من الفم، يعني يفحص عند أخصائي أنف وأذن وحنجرة، شوف المناخير فاتحة ولا في انحراف بيسكرها وانت نايمة، بس هذا بيعمل دائما irritation، فالواحد بيضل كل شوية يعمل هيك بحك، بيضل يحك بزوره. تمام. اثنين، موضوع شرب المية مهم جدا. ثلاثة، موضوع الفيتامينات مهم جدا، وأهمها فيتامين دال وسي عشان يرفع المناعة أوكي. بس دائما لما الواحد يصيبه مشاكل وبلغم في حلقه، يعني شغلة أساسية هدول الثلاث شغلات، تنفس من الأنف، التأكد من الفيتامينات وأهمها دال وسي، تمام، وشرب الماء بشكل صحيح اللي زي ما حكينا 3 لتر للذكور و2.7 للإناث، هذا المينيمم. والبلغم والمخاط بزيد مع منتجات الألبان، فلو حد عنده انفكشن يتجنبهم شوي مؤقت. هذا موضوع التحسس من الأطعمة، نعم بزيدها زي ما قال الدكتور هان، الألبان والأجبان خاصة هاليومين بالسوق بتسوي تحسس لاكتوز انتولرانس. في فحص بنسميه فود انتولرانس،
يعني ممكن تعمل الفحص وتشوف شو عندك انت مشاكل مع اي غذاء. تمام، الاسئله ورا بعض، الاسئله كثير. الجيوب الانفيه شو علاجها؟ الجيوب الانفيه دكتور اخصائي انف واذن وحنجره، هذا اولا. ثانيا بده زي ما قلنا لازم ترفعوا فيتاميناتكم، معظم مشاكلنا هي نقص مناعه عندنا يعني. فهي الفكره انه دائما تكون اكلي صحي. وبعدين بصراحة ابعدوا عن الخبز، ابعدوا عن السكر، 90% من مشاكلكم بتنزل، والدهون والدهون المهدرجة، أربع شغلات ابعدوا عنهم، ابعدوا عنهم تماما، السكر، الطحين، الدهون المهدرجة بنسميها والزيوت المهدرجة واللحوم المصنعة، هدول سم قاتل بطبيعتهم يعني، هم هيك يعني، هدول كلهم مضرين. سؤال تاني. طيب دكتور، هذا دكتور سؤال طبي، هل بتسوي عملية بين هول لتراجع اللثة؟ بين هول آه نعم أكيد آه. هو قصده بين هول تكنيكس آه طبعا آه نشتغلها أكيد. وكيف نسبة نجاحها؟ هل هي إيش مهم أو ضروري رئيسي في العلاجات ولا ما حسب قديش الريسيشن يعني قديش الرجوع. والله ميلي ما في داعي لها، بس في ناس حرام 3-4 ميلي. هسا إحنا لما بننزلها بننزلها بزيادة، نخليها لنص السن لأنه حيصير لها ضمور وحترجع يعني، بنستفيد انه نخلي الموضوع يصير 1 ميل التراجع يعني، مفيدة في بعض الحالات بس برضو ما بتفيد الا اذا كان البني ادم جسمه بالعام سليم. عشان هيك بنطلب هدول الناس دائما نطلب منهم فحوصات دم قبل نسوي العملية عشان نمشيهم على برنامج غذائي وفيتامينات معينة. بدنا نرجع نذكر المتابعين انه البكتيريا والجير لحاله مش هو السبب الرئيسي فقط لالتهاب اللثة. نعم زي ما حكينا انه المشاكل اللثة 10% من الناس هي فقط الجير، 90% هي جسم كامل. متذكرين حكينا هالحكي في اول الفيديو اذا في ناس ما كانوا معانا، بس 10% من الناس التهابات اللثة عندها متعلقة بالموضع، 90% متعلقة بالجسم ككل والنظام المناعي للجسم كامل، لانه اللي بتشوفه بلثتك هذا جوا يعني جسمك. طيب يلا صديق الصفحة لبنى شكلها عندها مشاكل كتير الله يعين. دكتور أنا خلعت طحونة ولبستها وقعت وانكسر طرف الطحونة للجمعة وبتطلع رائحة ورجعت ركبتها بالمنزل. لا هو اللي صار انه سوست يعني، هي الطحونة اللي ركبتيها ركبت، العلاقة بين الطحونتين ما كانت مزبوطة، صار يدخل أكل، الأكل هذا صار يتراكم، فاللي وراها سوست وهي سوست يعني. هاي بصراحة سوء صناعة في التركيبة نفسها، دخل أكل سوست هاي وقعت التلبيسة لقيتها فاضية، لازم ترجع جعي طبيب أسنان يضبط لك الموضوع ويغير لك تلبيسة ويحشي السن اللي مسوس ورا. رورو تكرر السؤال مرة تانية، عندي لوز بتجمع فيها أكل وبطلع رائحة، كيف نحل هالمشكلة؟ أعتقد هذا أنف أذن لازم تروح. لازم تشوف أنف أذن وحنجرة، زي ما قلنا الموضوع سيستميك عام، لازم نرفع المناعة سي دال، هدول مهمات. طيب في دكتور ليش اللثة تطلع من على بس في في سؤال يا دكتور، غازات في البطن، مين سأل السؤال؟ غازات آه تمام، ما خليني بس هاي موضوع الغازات في البطن. شباب أنا عملت فيلم على التيك توك وقلت 90% من مشاكلك الهضمية سببها المضغ، أسلوبك في الأكل. يعني أنا حكيت بدك تتريح بدك يطلع لك غازات، بدك يطلع لك قولون، بدك يطلع لك مشاكل في الجهاز الهضمي، أربع شغلات برا ما بنحكي عنهم، السكر، الطحين، زيوت مهدرجة، لحوم مصنع، هدول ملناش فيهم أوكي. ولكن ما عدا ذلك من الأطعمة من خضار وفواكه، إما ضغط اللقمة في تمي من 10 إلى 15 ثانية قبل ما أبلعها، صدقني 90% من مشاكل جهازك الهضمي هتنحل، إذا طبعا ما في مشكلة طبية لا سمح الله بتنحل. لا قولون لا غازات لا مش عارف ايش. ليش؟ لانه هو هذا الجهاز الاصلي، هذا الجهاز الاصلي في الغذاء، اطحن الاكل وحركه واخلطه مع لعابك وابلعه، هان ترتاح، هان ببلش جهازك الهضمي. طبعا خلال 15 يوم حتشعر بفروق مش طبيعية طبعا. طيب كرزة، كيف يتم علاج اسنان مريض يعاني من تصلب الجلد ويعاني من ضيق شديد بفتحة الفم سكليروديرما؟ طيب آه. تسأل كيف كان نعالجه مدام فمه فتحته كثير دقيقة؟ يعني إله طرق وإله معاملات وقعدات يعني، هان ما بنقدر نحكيها هيك، هذا علم لحاله، باب لحاله بندرسه يعني. كيف
كيف اللثة بتطلع فوق الأسنان؟ بعض الناس بيسأل. نعم، هذه اللثة بيصير بنسميها جنجايفر هايبر بليزيا، تضخم في اللثة، وهي سببها سيستميك. نعم، أحيانا في ناس حرام بياخذوا أدوية والأدوية هي السبب، أحيانا يعني أدوية طويلة المدى وهي السبب، وأحيانا نقص مناعة أو نقص فيتامينات في الجسم. طبعا الحل فحص دم وبعدين ياخذ الفحص ويروح طبيب أسنان فاهم بالموضوع بيعالج له إياه. أنا عندي قرحة في المعدة وعندي رائحة فم صباحا، شو أسوي؟ بدك تعالج قرحة المعدة. قرحة المعدة أحد الأسباب، لأنك بتاخد أدوية، أنت قاعد تاخد أدوية لقرحة المعدة، طبعا قرحة المعدة صار لها حل. الأدوية هاي عادة بتخفف حمض المعدة، فلما تخفف حمض المعدة أصلا بتصير تطلع ريحة، يعني كل مضادات الحموضة قاطبة بتعمل رائحة في الفم، لأنه هي بتطلع الهاي، لأنه خلاص بيصير الباب بين المعدة والمريء مفتوح كل شوية يفتح، فلما يفتح طبعا بصير الواحد ريحة معته هي اللي قاعدة بتطلع يعني. طيب، في برضو نفس التعليق اللي بتكرر، تنظيف الأسنان عند طبيب الأسنان باستمرار يضعف الأسنان؟ لا يضعف الأسنان أبدا ولا يؤثر. إذا الدكتور بيستعمل جهاز ألترسونيك سكيلر، والذي الآن لا يوجد عيادة ما فيها ألترسونيك سكيلر، زمان قبل 20 سنة كنا عامني ولا نقعد نسوي نخرب بالأسنان، هسه خلاص راحت معظم العيادات فيها ألترسونيك سكيلر، لا أبدا لا يؤثر على الأسنان. الآن لما أنا أسيب الجير على أسناني 2 و3 و4 وأروح أشيله، هان أكيد أنا حظ. اللي ضعف أسناني مش التنظيف، الجير زي ما ورجيتكم، هذا الجير ضعف أسناني، هان صار يأكل. ليش هذا الجير؟ البكتيريا تحته، ما هي بيت بكتيريا، تأكل قاعدة بتأكل لك بالعدم، شايف؟ فلما تروح تنظف أسنانك تلمع، إيش بتقول؟ أوه والله نظفت أسناني صاروا يلمعوا علي والتنظيف خرب لي أسناني. لا يا بابا، أسنانك أسنان خربانة، هو الجير اللي خرب لك أبوها، فأنت ليش سبت الجير يضل؟ عشان هيك بنقول لا تخلوا الجير يتراكم على أسنانكم، روح نظف أسنانك كل 6 شهور مرة وبعدين تتريح. في سؤال، هل زراعة الأسنان تسبب ألم كتير تكرر؟ لا، زراعة الأسنان آلامها الآن أصبحت بسيطة جدا، بيعتمد على نوع العملية. الآن مهما كان الألم ما لن يتجاوز 3-4 أيام أو أسبوع ماكسيمم، بيكون في ألم زي واحد يخلع طحون وتعقل يعني، بس الأوتكم منها من زراعة الأسنان بيستاهل إنه الإنسان يتوجه له، لأنه بيطلع له أسنان جداد. تمام، أي سؤال عندك؟ علاج الضغط على الأسنان وقت النوم. حصل لوزتين، في سؤال عن حصل لوزتين. تمام، شوفوا الحصوات سواء اللوزتين أو الغدد اللعابية، هي أسبابها إنه الكالسيوم موجود في الدم بيسمى كميات عالية، فبيضطر يتراكم، بيصير يتراكم في الغدد، أوكي؟ منها اللوزتين ومنها في ناس في الغدد اللعابية، هاي واحد. 2، الجير لما يتراكم على الأسنان برضو بيسبب التهابات مزمنة في اللوزتين. الآن كيف أتخلص من الكالسيوم الزايد اللي عندي؟ هو المشكلة في نقص فيتامين د، ما بيكون في بالانس للكالسيوم. في ناس حرام يصابوا بشيء اسمه جارات الغدة الدرقية، سببه نقص فيتامين د بس، موجود عندنا يعني، سببه نقص فيتامين د. فرجاء ديروا بالكم على فيتاميناتكم. وبالنسبة للحصوات، بعد ما تتعالج ناخذ فيتامينات سي ودال، وان شاء الله انه نتريح من هاي المواضيع. وجود نتوء في طرف اللسان، شلتها قبل 2 سنين والان رجعت، شو ممكن يكون السبب؟ لا، ما هو النتوء هذا بتسميه يعني زي النتوءات اللي بتطلع برا، هي حميدة ما بتخوف يعني، هي ممكن تطلع بس شيلها بالليزر ما بتطلع الا ما ترجع. شوف اذا اسنانك فيها شيء هيك مكسور، شغله في سنك بضل هو السبب انه صرت العب بسني انا وانا بحكي. دكتور، انا ركبت لسان فينير، اقدر اشيلها بدون ما اركب غيرها؟ هذا بيعتمد على انت لما ركبتها حفيت اسنانك ولا لا. اذا حفيت اسنانك ان شاء الله 0.3 ملي، معناها لا ما بتقدر تشيلها وما تركب غيرها. اذا ما حفيت اسنانك، نعم تقدر تشيلها بدون ما تركب غيرها. دكتور، كيف نعالج سطريات الكانديدا في الجيوب الانفيه والمسبب المخاط ابيض ورائحه كريهه في الفم؟ والله اخصائي اذن وحنجره وحتطول معك، بس لازم تعالجيها. بس العلاج يبدا من النظام الداخلي، واهم شيء في موضوع مكافحة الكانديدا هي بتبدأ من الأمعاء. أول إشي البعد عن السكر،
البعد عن المية الباردة، البعد عن الطحين، يعني ما تشرب مية باردة خلاص، دائما دافية. ليش؟ لأنه الكانديدا ما بتحب المية الدافية. والله الموضوع طويل، موضوع طويل. السكر السكر من أخطر الأمور أو من أكثر الأمور اللي بتغذي الفطريات، عشان بتحس حالك بدك إشي حلو يعني. المهم الموضوع طويل تمام، وما بقدر أحكي سريع إنه كيف البكتيريا والفطريات ممكن تتحكم في مزاجنا وفي طبيعة أكلنا. نطلب سكر أكثر. صحيح. شوف دكتور بحكي لنا، دكتور محمد بيقول لنا إنه طب لما أصاب بالفطريات شو بصير؟ بصير أكل على كيفها مش على كيفي. تخيل يعني بتأثر فيك، بتأثر بجهازك العصبي كله أصلاً، هي لها جذور، في منها بيدخل على أمعائه له جذور. شباب الموضوع طويل، ممكن نسوي له حلقة لحاله، بس الآن لازم نبدأ نبعد عن السكر والمية الباردة والطحين. لازم. كيف أعرف ريحة الفم من الأسنان أو المعدة؟ سؤال حلو. تروح لدكتور اسنان، اسنانك سليمه ما فيهاش اي شيء تمام، اعرف انه مشكله بالمعده. الان اذا انت من الناس اللي بياكلوا خبز كتير، بياكلوا سكر كتير تمام، اعرف انه ممكن تكون معدتك سبب في الريحه. اذا الزيوت المهدرجه موجوده بحياتك، اعرف انه المعده احد اسباب الريحه تمام. الشغله بسيطه يعني. هذا السؤال بدا يتكرر في السوشيال ميديا. دكتور احيانا بقرا الفلورايد مفيد للاسنان ومرات يقولوا بضر الغده الدرقيه، شو الصحيح؟ الصحيح نعم ان الفلورايد بنسب معينه يضر بالغده الدرقيه، هذا ما حدا مختلف عليه. اختلفوا على النسبه، انه هل هاي النسبه اللي بياخذوها الناس او اللي موجوده في معجين الاسنان تضر او لا تضر. اما ما اختلفوا عن انه الفلورايد بنسب معينه يضر في الغده الدرقيه. اتفقنا تمام. نيجي عاد نحكي عن النسبه، بيعتمد عاد الواحد. في ناس يعني للاسف في دكاتره اسنان بيقول ابلعوا. شو ابلعوا؟ هاي هذا محطوط لغاية معينة، ما بيصير تقول له ابلع الفلورايد، احنا بنقول له بنسب معينة تمام. فأنا بالنسبة إلي بغض النظر قديش النسبة، شو بدي بالفلورايد؟ الفلورايد اللي بحطه من برا هذا ما حيفيد اسنانك، ولا بشلن ولا بعطيها ولا بكافح تسوس ولا غيره. الآن الأكل والمعادن اللي بتاكلها بجسمك بتدخل بالنظام الغذائي وتيجي بهذه اللي بتفيد اسنانك. تسوس الاسنان مش سببه بفرشي ولا بفرشيش، تسوس الاسنان سببه هل جسمي قابل قوي يبني كلس ولا لا، وزي ما حكينا نوع الاكل والفيتامينات وهم فيتامين د. اوكي، فانا بالنسبه لي ما بحب الفلورايد، فعشانك بنصح دائما معجون الاسنان الطبيعي. شو اسم التنظيف اللي نسويه يعني في العياده؟ اسمه التنظيف، هو تنظيف اسنان، اسمه تنظيف اسنان، سكيلينج اند بولشينج بالانجليزي، بالعاده تنظيف اسنان. هسه بيعتمد، في ناس بنضيف عليها شغلات حسب حالتهم المرضيه. طب هل التبييض بالليزر يضر الاسنان؟ سؤال. التبييض كله ليزر او غير ليزر، ضوء او غير ضوء، او بالبيت او مش عارف ايه، نعم يضر بالاسنان، لانه طبعا سيخرج طبقه الميناء، لانه هذا شغله هيدروجين بروكسايد او ماده ثانيه مخرشه، فأكيد بيخرش لك أسنانك يعني. الآن مشكلة التبييض إنه بتعيش لك شهر شهرين أسنانك بيض، بس لما يصفروا بيصفروا أكتر من أول. ليش؟ لأنه متخرج وصاروا خشنين. دكتور ضروري نسوي تاج للسن بعد سحب العصب؟ 100% لازم. ليش؟ لأنه السن يصبح قطعة من الخشب صلب، زي الخشب لما تقطع جذع شجرة وترميه، بعد كم من سنة شو بيصير؟ بيصير خشب هيك يعني، خش خش بتكسر بسهولة. السن نفس الاشي، انت لو تسحب عصب بتقطع عنه الحياة، بتقطع عنه الدورة الدموية، فعملية اعادة البناء لأغشية السن انتهت وقفت. فلازم تلبسه، مش عشان يحافظ عليه مدى الحياة، عشان يعطيه كم من سنة كوظيفة بس. فممكن ها تقعد 10 سنين 20 سنة انت وحظك يعني، في الاخر ممكن يكسر هو والتلبيسة، بس بعد عدد كبير من السنين. دكتور عندي تسوس أسنان وعندي مراجعة، اكتشفت أني حامل بالثالث، عادي أروح للدكتورة ولا خطر؟ إذا أنت مش بكرية أول مولود، لا، على الرابع والخامس والسادس ممكن تروح دكتور أسنان. طيب هل جرثومة الفم تكون عن طريق العدوى؟ لأنه الزوج عنده هذه المشكلة، غالبا تحكي عن هيليكوباكتر، يعني يمكن هي الوحيدة تنتقل. قصدها جرثومة المعدة. ما بعرف انها بتنتقل ولا لا، ولكن لا هسه لها ادويه، والى ادويه طبيعيه، الى طرق طبيعيه لعلاجها. زيت جوز الهند النقي بيساعد يعني، ممكن تدخل على النت تشوف الناس المتخصصين، في اخصائيين تغذيه بينزلوا افلام كتير منيحه بصراحه، ممكن تتابعوهم يعني.
سويت عمليه زراعه عظم في جذر السن، والان يقولوا لازم ازيد شويه العظم. عادي ما اسوي سويت زراعه عظم انت اصلا يعني ليش بدهم يزيدوا العظم؟ ما زبطت يعني الاولى ما زبطت، معناها بدك تبطل تسوي زراعه عظم وتشوف لك حل ثاني. يعني مره ثانيه علاج الضغط على الاسنان بتكرر كثير. سؤال مرض الضغط؟ ضغط على الاسنان ماله؟ الشد على الاسنان. ما علاج الضغط على الاسنان اثناء النوم؟ العلاج الاساسي زي ما حكينا، بتروح عند عياده الاسنان بتسوي شغله اسمها نايت جارد، حامي ليدي، هذا عشان يحمي اسنانك، وتبلش تاخذ مغنيسيوم من 300 ل 400 ملي جرام حبه في الليل. لازم يكون المغنيسيوم اسمه كالتالي: مغنيسيوم جلايسينيت جي ال واي، لازم يكونوا مع بعض. هذا الكومبينيكيشن او التركيبه اللي بتفيد في موضوع استرخاء العضلات والتنشن. هذولا ادويه. الحل الحقيقي هاي اعمل ريلاكسيشن، اريح راسي وبطل اتنشن. التهاب ضرس العقل هل ياثر على الغدد الليمفاويه؟ طبعا اكيد، لانه اي التهاب بالفم اذا لم يتعالج، وهو في الاخر الغدد الليمفاويه عباره عن المجاري التصريف يعني، فلما يتراكم دائما فيها سوائل وتراكم فيها سموم اكيد بده يؤثر عليها، في الاخر بتصير تورم، الا تصير تورم يعني لانها تتعبى. دكتور لو شربت شيء حار حرق لساني يسبب رائحه؟ لا يعني بس بيسبب لك ازعاج لكم من يوم وبعدين بروح. تمام. تكرر كثير فشوف اذا في شيء جديد تحت. بدي حل رائحه الفم الصبح. رائحة الفم الصبح هي سببها ما أكلته بالليل. تمام. أولا إذا أنا تعشيت بالليل وبعد العشاء خلال نص ساعة فرشيت أسناني وما أكلت أي شيء تاني، ما ضليتني عاد حاطس قدامي بوب كورن ومش عارف إيش وأضل أكل وأشرب ومش وكل هالقصة، أنا إذا صحيت الصبح ما حيكون عندي رائحة في الفم. إذا أنا بشرب مية منيح ما أصحى الصبح ما بيكون عندي رائحة فم، لأنه بيكون اللعاب معبي التم. إذا أنا ما بتنفس من تمي، تمام، بتنفس من الأخير وأنا نايم، معناها ما أصحى الصبح عندي رائحة في الفم. ما حل نزول الفك العلوي؟ حلول جراحية، في شيء جراحي وفي شيء تقويم، له أكثر من حل يعني، وما بنجاوب على حلوله كلها يعني. دكتور أنا زارعة اثنين قواطع أبغى أسوي تقويم الآن، أقدر عادي؟ طبعا الزراعة لا ما بتعمل لها تقويم، هسه ممكن أسنان الثانية وبالتقويم الشفاف يركزوا، وأما الزراعة ولا يمكن تعمل لها تقويم. طبعا هل زراعة السن تطلع رائحة كريهة؟ طبعا هذا معلومة خطأ. زراعة السن لا لا أبدا لا ما بتطلع رائحة أبدا، ولكن إن حصل وإنه صار التهاب في على الزرعة من فوق زي هذه الأسنان بالضبط طلع رائحة، بس مش من الزرعة، من الالتهاب من البكتيريا يعني. في سؤال: ما هي الدول الأرخص والأفضل في زراعة الأسنان في الدول العربية؟ تمام. أولا اللي بده يزرع أسنان يفهم إنه بيزرع إشي هو حر، بدك زرعة تقعد لها سنة سنتين وبعدين تكبها روح دور على الأرخص. بدك زرعة تضل من 20 ل50 سنة، هو عادة عمر الزرعة 50 سنة يعني، معناها بدك تروح للناس اللي فعلا علميا صح، علميا مش الشغلة أسرع وأشطر، هي علميا الزرعة نظام صحيح، والدكتور نعم يتعامل الموضوع بشكل علمي يعني. زراعة علم له احترامه، ما بيصير نقارنه بشغلة فلوس يعني أرخص وما أرخص. ما هو علاج تراجع اللثة؟ زي ما حكينا تراجع اللثة علاجه بعلاج سببه. أول لازم نعرف السبب عشان نقدر نعالجه، بس نعرف السبب بنعالج السبب اللثة ما حترجع 100% إلا بعمليات جراحية. نعمل عمليات جراحية بننزل فيها اللثة، أما لحالها ما بترجع. تمام. إذا بنعالج السبب عشان ما تزيد المشكلة، وبعدين بدنا نعالج رجع اللثة لتحت بدنا ندخل في الجراحة. ما هو علاج فطريات اللسان المسبب لرائحه الفم؟ حكينا علاج الفطريات طويل جدا يعني، انا حكيت الحلقه الفاضيه عنه، ارجعوا للحلقات على اليوتيوب
ادخلوا على قناتنا على اليوتيوب اسباب رائحة الفم واحد في اثنين في عن الفطريات، ساعة بحكي يحضروها. هل بعد سحب العصب طبيعي في ألم؟ نعم، سحب العصب بعد سحب العصب هنالك ألم. خلينا اشرح لكم، انتم من الناس كم واحد احنا معانا هسه؟ 118. انتم ال 118 ركزوا معايا هتفهموا ليش بصيروا تحكوا للناس كمان. تمام، شايفين لما انا اسحب العصب هذا عصب، اوكي بسحبه الان، انا بسحب العصب من هون لفوق صح؟ تمام، شايفين الجزء اللي تحت في العظم هذا، هذا ما بنسحب، هذا بضل، هذا هو اللي بيسبب الالم بعد علاج. انا بتقطع، انت قاعد بتقطع بتعمل جروح هان، فهذا الجروح عبال ما هذا العصب يفهم انه ما في الجسم يفهم انه هاي الوصله ما في منها اي اشارات جايه فخليها تضمر، هذا الحكي بيخلي ايش الالم يصير يكون موجود لحد ما تضمر، وبتاخذ اسبوع ماكسيمم وتكون خلصت. عرفتوها؟ يلا هسه انتم بتعرفوا. ابني عمره 8 اسنان يعض على الاسنان وقت النوم ويطلع صوت احتكاك. هذا عنده كز، عنده كز، بدك تروح تشوفي مشكلته. يعني بصراحة أول إشي بدك تفحصي موضوع فيتامينات وشو بياكل وشو هذا، لأنه أكيد عنده نقص مغنيسيوم هذا أولا، وبعدين عنده العادة يمكن ماخدها يعني موجودة. طبعا في ناس بيقولوا إنه الكز وراثي، أبوه بكز هو بكز، لا، هو المشكلة إنه اللي أبوه بياكله هو بياكله، نوع الغذاء نفسه نفس الإشي يعني، فأكيد نقص الفيتامينات هو نفس الإشي حيكون. دكتور أنا عمري 20 وخلعت ضرس وأبي أزرع، متى أفضل عمر؟ ما في بعد العشرين، لما إنسان واحد يكون قادر ويكتمل النمو أي وقت هو أفضل وقت، أسرع وقت هو أفضل وقت لزراعة الأسنان. طبعا في يوزر زعلان لما عدد الرسائل كتير، بس إحنا يدوب وصلنا الإجابة وجاوبناها، بس زعلان بقول طيب قول ما أعرف الإجابة بس لا تطنش، جاوبنا 4 مرات على نفس السؤال. حقك على راسي يا سيدي، بس والله إذا السؤال إيش هو السؤال نرجع نجاوبه. السؤال جاوبناه اللي هو علاج الضغط على الأسنان أثناء النوم، زي ما قلنا علاجه بتروح دكتور أسنان بتركب شغلة اسمها نايت جارد، تأخذ مغنيسيوم جلايسينات 400 ميلي جرام حبة بالليل عشان تهدي العضلات. هيني جاوبتك كم مرة، شو بدك؟ تمام يلا. طب أنا إذا أكلت أحس بشبع من أول لقمة مع إحساس ألم الجوع، وإذا رخيت المعدة أحس بألم فيها، يعني عندك مشكلة بصراحة بالجهاز الهضمي. حاول انك تسوي اللي قلناه، امضغ اللقمة اكتر من 10 ثواني وابلعها، وبعدين ابعد عن الخبز والسكر والزيوت المهدرجة، ابعد عنهم عشان ترتاح جهازك الهضمي حيرتاح. يلا. القولون التقرحي ما في علاج جديد؟ القولون التقرحي في علاجات كتيرة بصراحة، هاي العلاجات يعني بدك تشوفوا أخصائية أو تروح لأخصائية تغذية كتير حيفيدوكم. عندي ضرس داخل الفك السفلي تم ملاحظته من خلال الأشعة، هل في ضرر أم أتركه؟ كيف مرة تانية؟ ضرس في البانوراما ظهر وما في عرض، أتركه ولا في ضرر؟ لا إذا ما في ضرر منه خلي شو بدك فيه يعني، زقاد إذا ما بيأثر على حدا يعني. تعبت من كثر الفراجات وبعدها خلع للسن، شو الحل؟ شو؟ خراجات كتير وبعد تنخلع السن. عندك نقص فيتامين د 100% يعني، تمام؟ وبعدين في برضو علاج ضعف العظم وتراجع اللثة، 1 نقص فيتامين د، 2 نقص فيتامين سي، د للعظام، سي للأغشية الرخوة، تمام؟ هاي من الآخر يعني، تركزوا على فيتامين د. دكتور شو علاقة ارتفاع ضغط الدم بتنظيف الأسنان؟ لأن الدكتورة رفضت تعمل لي تنظيف لما يتظبط الضغط. بتخاف من البليدنج، من النزيف، نعم، لما يكون ضغط الدم مرتفع ممكن يصير عندك نزيف، فالدكتورة طبعا بتخاف يصير عندك نزيف وما تقدرش تسيطر عليه. ما أسباب سوء الإطباق عند الأطفال؟ ما الأوكلوجن؟ شغلات كتيرة يعني، مش سبب واحد سوء الإطباق عند الأطفال، بس لازم يتصلح. الأسباب كثيرة، حجم الأسنان، حجم الفك، مش عارف إيش، عادة معينة بنص أصبعه بيحط رضاء، شغلات يعني ما بنقدر نحصرها ولا بحلقتين. فعشان هيك الحل إنك توديه لدكتور يشوف يعالجه تقويميا. ينفع أسوي تقويم وأنا عندي تلبيسات في الأسنان؟ إذا كانت تيجان يعني السن ملبس لحاله بنفع، أما إذا كان جسور ما بنفع.
يعني الجسور يعني اسنان لازقات ببعض ما بزبط. تمام. افضل علاج تبيض الاسنان، لون الاسنان الصفر مش دائما مرض، هذا اولا. يعني جفاف الفم بسبب رائحة، شو السبب؟ بسبب رائحة، نعم جفاف الفم يسبب رائحة، والسبب قلة شرب المية وعدم استعمال الغدد اللعابية، عدم مضغ الطعام. أفضل علاج رائحة الفم يا دكتور، أفضل علاج زي ما قلنا هو مش علاج واحد، هو رائحة الفم عدة علاجات. راجعوا اليوتيوب هتلاقوا حلقة كاملة، حلقتين عن تراجع عن رائحة الفم، عمرها 3 سنين وما تترك ايش؟ راح السؤال، هل الفرشاة الكهربائية افضل؟ لا، الفرشاة اليدوية افضل دائما، لانه انت بتتحكم فيها، الكهربائية بتلف وتضرب لك اللثة. انا صرت اقرا الاسئلة، بطلت اقدر. لا انا بدي تجيني منك، لاني صرت انط. بحشوف ان اللي بتكرر لانه كثير. دكتور بنتي من امس انتفخ جانب ضرسها من جوا فمه، فيها الم شديد. يعني هذا عندها مشكله اسنان، عندها التهاب، فبدها تروح تعالجه. يعني هسه بده يتاخذ مضاد حيوي، بس يروح الالتهاب بيصير بتعالجه. في سؤال، هل التركيبات تسبب رائحه الفم؟ نعم، التركيبات الغير صحيحه والغير معموله بشكل غير دقيق نعم تسبب رائحه الفم، فدائما تاكد انه التركيبه اللي انت عاملها صحيحه. اوكي، يعني ما بسوي لك تراجع، ما بيدخل، بس تحس انها دخلت اكل على طول راجع الدكتور، ما تستنى. يعني احيانا الدكتور مش منتبه. تمام، كان في نحس بتنصحنا فيه دكتور، بس تنصحنا بالخيط المائي. نعم، الخيط المائي شيء جيد خاصه للتركيبات وللزراعه. تفضل. كان في نحس خفيف جدا وبعض التركيبات طاحت وما حسيت انه في تحسس، كيف تتصرف؟ لا لازم ترجع تلبس السن، يعني ترجع التلبيسه حتى لو ما في تحسس، مش معناته انه بعدين لازم السن يمشي بفحص. يعني الدكتور لازم يفحص السن، هل مات العصب مثلا ولا ايش؟ ليش ما في تحسس؟ طيب، سؤال بعيد عن المجال شويه، علاج الشعور والوخز مثل الدبابيس على كامل الجسم اثناء التمارين. هو هذا بصراحه هو مش شغلي، بس انا بقول لك هذا سببه ارتفاع اليوريك اسيد. شو يعني يوريك اسيد؟ شغله بوظائف الكلى، يعني انت الكلى يعني يا اما ما بتشرب ميه فاكيد حيرتفع، فاشرب ميه خلي الكلى تشتغل وتطلع وتبطل يحس بهذا الوخز. بنتي من امس انتفخ جنب ضرسها من جوات الفم وفي الم شديد. هذا اللي جاوبته انا. ترى كثير اسئله الناس بعيدوا نفس التعليق، فصعب نلاقي الاسئله مره بعض. تمام، هو ضايل 5 دقائق وينتهي اللايف. أنا سعيد جدا بوجودكم، عرفنا التهابات اللثة وعرفنا تراجع اللثة شو أسبابه، ورائحة الفم ما زالت الأسئلة عنه، رائحة الفم مستمرة بعد زيارة الطبيب. رائحة الفم زي ما قلنا في حلقتين على اليوتيوب تقدروا تراجعوها، الحلقتين بتحكي عن رائحة الفم، احنا اليوم عن التهابات اللثة. بعد شير ضرس العقل لازم مضاد؟ لا طبعا، اذا العمليه كانت سلسه وبسيطه ما في داعي للمضاد. عندي راحه كريهه، رحت دكتور اسنان واطلع تسوس حشيته وما في فايده. يكون في تسوس ثاني، يعني في مشكله ثانيه كمان، مش اني بس حشيتي سن. دكتور عندي حرقه ولسعه بالفم من سنه، ما السبب وكيف العلاج؟ حرقة ولسعة من سنة وساكت عليها، يعني تروح تشوف دكتور، ما في مجال، يعني تراجعي دكتور. وأحيانا بتكون السبب من المعدة، كل المشكلة بلشت من المعدة. هل عندك ارتجاع مرية ولا ما عندك ارتجاع مرية؟ هل بتاكلي سكر أو بتاكلي السكر؟ يعني أسئلة كثيرة وبدها إجابات منك. هل في ضرر في عصب؟ هل في مثلا شغل نعمل في السن؟ هل في فيتامين بي 12 ديفيشنسي؟ لا، هي بتقول بالفم مش في محل واحد، في أسباب كثيرة للموضوع، بس لازم علاجها. يعني لهاية الأطفال فيها ضرر؟ لا، البيبي ما فيها ضرر، هي أصلا معمولة، بس ممكن إذا أشكال معينة بتسبب، إذا الولد يعني ما بصير لهاية الأطفال يمكن أول شهر شهرين، بس إنه ضل 6 شهور وسبع شهور هاي مشكلة صارت. ليش حاطط لهاية؟ خلاص ببطل لهاية.
انتوا بس بتحطوا له لاية عشان تروح عشان يسموها لهاية. الناس زمان كانت تحط هاي اللهاية، الآن الناس تشتري شيبس وعصير وشوكولاتة لابنهم برضو لهاية. طبعا كل هاي الأمور بتضر بالأسنان، واللهاية بعد 6 شهور أكيد تضر بالأسنان وشيء والتم. وفي لها أشكال خاصة تكون مؤقتا أفضل أقل طرر عنها. بس برضو هي معمولة لعدد معين من الأشهر، مش معمولة إن الولد يصير عمره 7 شهور وثمان شهور وهو هيحط لهاية. يعني هي لازم تفرد لسان عشان ينمو الفك، وإلا لو كانت رفيعة جدا سيئة، فلازم ينتبهوا على شكلها في البداية. لازم تنتبهوا على شكلها صحيح، بس برضو أنا بقول ما خليه يستمر لفترات طويلة. دكتور عندي ناب طالع فوق الناب الأساسي من الطفولة ما طلع، إيش الحل؟ إذا مش مأثر على أي إشي بضل، إذا مأثر الحل إنه الناب اللبني ينشال ويتم سحب الناب هداك لتحت إذا كان بالإمكان تقويميا. بارجيك تاني على اللايف يا شباب. أنا شاكر لكم فعلا، شاكر على كل اللي دخلوا على اللايف، أتمنى إني جاوبت قد ما أقدر. اللي زعل مني إني ما جاوبته يسامحني، لأنه والله غصب عني ما بنشوف الأسئلة كلها. يعني شكرا لكم، شكرا على الورود، شكرا على الهدايا، شكرا على اللايكس اللي الشباب يبعثوا لنا إياه، فمقدر كل إشي. شكرا شكرا دكتور، شكرا شكرا لكم. في سؤالين حلوين، يلا نجاوب هالسؤالين الحلوين. متى نغير الحشوات؟ الحشوات البيضاء لازم نضل في كل 6 شهور نراجع عند طبيب الأسنان. يوم تحس إن عوافة فتحت نغيرها، سواء إلها سنة سنتين ثلاثة أربعة عشرة. لما أضلني أنا بشكل مستمر أضاب عند راجع عند دكتور الأسنان، هو اللي حيشوف إنه صار إشي تحت الحشوة ولا لا عن طريق الأشعة أو الفحص السريري. تمام. دكتور كم مرة تمرمر بالفم بالهيدروجين بيروكسايد؟ الهيدروجين بيروكسايد 1%، ركزوا معي 1%، تقدر تستعمله مرتين في اليوم مدى الحياة. أكثر من 1% لا ما تقدر تستعمله. أوكي، هو 1% هذا آمن جدا ومفيد جدا كمان، وأحسن من كل أدوية المضمضة اللي بتشوفها في السوق. ايش اسم المغنيسيوم؟ مغنيسيوم جلايسينيت. بنقدر نكتب احنا على الهاي مغنيسيوم جلايسينيت جي ال واي 400. وينه طلع؟ سبب تغيير لون اللثة، اسباب كثيرة. جلايسينيت اظن بدون الاي ولا مع الاي الناس. أسباب تغير لون اللثة أسباب كثيرة، منها زيادة الميلاتونين أو التدخين أو شرب وأكل شغلات. مغنيسيوم جلايسينيت بالعربي كتبها مظبوط، مغنيسيوم جلايسينيت هذه. أيوة كاتبها اللي هي بريف إلافين هارت، مغنيسيوم جلايسينيت مظبوط. هل ضرس العقل مؤلم؟ جاوبنا. أنا ولدي 4 سنين لسه بيشرب رضاعة. ما شاء الله. لا خلص بدك تسحب منه رضاعة طبعا، ما بينفع اكيد خرب اسنانه. بدك تعطيه كاسة وبدك تخليه يشرب. وين مكان العيادة؟ احنا في دبي، ان موقعين مركز لومينس موجود، الموقعين موجود على التيك توك موجودين، بس احنا في دبي. تمام، شكرا لكم يا شباب، وشاكر حضوركم، وان شاء الله نشوفكم يوم السبت الجاي. ما بعرف شو الموضوع، اذا بدكم احكوا ايش موضوع ادخلوا عندي على صفحتي على التيك توك، اكتبوا شو الموضوع اللي حابين نحكي فيه. وان شاء الله عندي انحسار شديد باللثة، ايش الحل ومسببات عمري 30 سنة؟ للأسف انها اسباب كثيرة، ومنها الشد على الاسنان او التفريش الخاطئ. طيب شكرا لكم يا شباب، انا مضطر اني اروح لانه خلص مرقت الساعة. مقدر وجودكم ومقدر انه انتو كنتوا معايا، اتمنى اني فتكوا باي معلومة ولو كانت بسيطة. و لحظة لا تروح، ليش مستعجل؟ والله لانه عندي شغل، انا مرضى، في مرضى دخل. والله يعني اسف. شكرا شكرا لكم، بس ان شاء الله بشوفكم يوم السبت الجاي الساعة 12 دورا، اذا الوقت مناسبكم يضل ثابت، اذا مش مناسبكم ممكن نحكي على شيء تاني. شكرا يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله. كيف يسكر هذا ما بعرف، شارفه كيف سوي هيك؟ لا مش هيك سوي، بعرفش كيف أسوي. استوى خلص.